السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة ثانية في الجزء الثاني من شرح أدوات أدوبي أفتر إفكت سي أس 4. طبعا توقفنا في المرة الماضية عند بعض الأدوات المهمة مثل هذه النوافذ اللي نحن شفناها معنا. اليوم راح نفتح نيو كومبوزيشن، نعمل مشروع بسيط ونشوف باقي الأدوات المتوفرة. خلينا نروح نعمل فايل نيو بروجكت. طبعا اذا رحنا عملنا نيو بروجكت ما بتكون هناك فيها فائدة، ولكن اذا عملنا كومبوزيشن مثل ما شرحنا في الجزء الاول، النيو كومبوزيشن هي اللي راح تعطينا شكل المشروع اللي راح نحط فيه اللايرز. طبعا راح نكتب هني اسم المشروع. في الجانب الاخر نحن تكلمنا عن ال HD، تكلمنا عن باقي النقاط اللي موجودة. طبعا هالمرة راح يكون معانا حوالي 30 ثانية، ممكن نشتغل على 30 ثانية فقط ونعمل اوكي. طبعا راح تجينا الخانة هذه فقط فيها 30 ثانية، ممكن نكبر الى نحصل على الثواني بالضبط، 1 2 3 4 5 ثواني. الان راح نعمل تكست، وشرحنا هذا في المرة الماضية. نضغط التكست ونكتب اللي نحن نريده. طيب بعد ما كتبنا ناخذ الماوس ونحرك في المكان اللي نحن نريده. طبعا تضغط على المساحة، تعمل على الفيت اساس تكبر، كانك ايضا تسحب اساس تعطيك الشاشة بشكل اكبر. خلينا نضيف الحين احنا نروح نعمل تكست، نكتب كلمة تكست. بعدها راح يعطينا التكست، راح يعطينا افكتس، انواع الافكت. انا اخترت اليوم الفقي، وايضا في عندك جاقي، وعندك مسميات بصراحة غريبة، لكن خلينا نسحب ونضيف. ما نضيفه هني او نضيفه هني، او بمكان نضيفه هني ما في مانع. الآن نشوف شكل الفقي، ذكرني بالفقع في الكويت. طبعا هذا هو الشكل النهائي اللي احنا حصلنا عليه، ممكن نعمل له تشغيل ايضا لكن راح يكون بشكل بطيء. طيب انا بغيت اخلي يكون في حركة اكثر. طبعا نروح لحركة التكست نفسها، وين بدت؟ بدت في نفس المكان اللي احنا نشوفه، بس خلينا نروح نضغط هني، راح نشوف وين المكان اللي نبدأ فيه. في ترانسفورم، ترانسفورم، نضغط على ترانسفورم، نشوف عندنا احنا هني مجموعة من الخيارات او الادوات. راح نختار فيها البوزيشن اللي هو موقع. راح نبدأ الموقع في هذا المكان من الصفر. من الصفر نضغط على التايم لاين، راح تنضاف عندنا نقطة هنا مثل ما نحن نشوفها. طبعا هذه النقطة راح تخبرك ان انت الموقع مالك وين بالضبط. راح نحط الموقع على سبيل المثال تحت هني، راح نعمل الموقع في هذا المكان. بعد حوالي ما يكتمل عندنا الفقي راح نعمل وحدة ثانية. طبعا احنا عملنا في الصفر، راح نعمل وحدة ثانية في حوالي ثانيتين، راح نعملها هني. كيف؟ راح ما نضغط مهني، نضغط add or remove key. طبعا نضيف key ثاني، مفتاح اخر. المفتاح الاخر راح نحرك الحين المكان الى الوسط، يبدأ من هنا وينتهي هنا. بامكانك ايضا تلعب في هذه، يبدأ من هنا وينتهي هنا على حسب ما انت تشوفه مناسب. راح نشوف الحين كيف الطريقة من الصفر ينطلق الى الموقع اللي احنا اخترناه. خلنا نضيف بعض الحركات الحلوة في عندنا نقطتين هنا لو شوفها. خلينا بس نوسع على اساس تشوفوها اكثر. في عندنا نقطتين هنا، هذا النقطتين تعطيني تقوس. ممكن اضيف التقوس هذا واحطه على شكل جيد او حركة حلوة حسب ما انا اشوفه مناسب. خلينا الحين نشوف الحركة كيف راح تكون.
راح تكون بهذا الشكل على حسب ما أنت تختار. طيب يمكن يكون هذا مزعج بالنسبة لكم، اضغطوا على الشاشة مرة واحدة راح تختفي. شوفوا الحركة. طيب بعد ما انتهينا من هذه الحركة البسيطة، بإمكان نضيف الحين طريقة إضافة layer. layer اللي هو ممكن نحط فيه الأدوات، إما أن نروح layer new ونختار نوعية اللاير اللي نريده، أكثر شيء نستخدم السوليد. ممكن نشوف الشورت كات كنترول واي. إذا يفضل إنك تتعود على الكنترول بعدها واي، راح يجيك اللاير. راح نسمي هذا، نسميه لايت، راح نضيف لايت ونقول له ميك كومبوزيشن سايز، يعني يعمل لك السايز 16 باي 9. اللون ما مهم عندنا، لكن يفضل انه يكون اسود على اساس انه يعطينا اللايت بشكل جيد. ضروري انك تغير اللون الى اسود. اوكي، طبعا اللاير جا فوق راح يغطي على الخط. راح ننزل اللاير مثل ما تعلمنا المرة الماضية. الحين نضيف الافكت لايت الى اللاير لايت. نروح للافكت، وفي عندنا هني ممكن نشوف نو لايت فاكتوري، نختار اللايت فاكتوري. في عندنا انواع من اللايت ممكن تتجربها وتشوف خبرتك معاها وابداعك. نتكلم عن المكان اللي راح ينتهي فيه الحركه هني، تقريبا في هذا المكان. ناخذ اللايت، عندنا في نقطه هني، نشوف المكان المناسب او حسب الفكره اللي احنا اللي كانت معانا. نتكلم عن انه يكون هني مثلا. طيب بما ان هناك، نروح نشوف البدايه نحطه في البدايه. بعدها نبي نعمل حركه لللايت انه يجي مع او بدون منطقه ثانيه. نضغط مثل ما عملنا في التكست، نروح للافكت. هذه المره مش في الترانسفورم، في الافكت، لان اللايت اللي ضفناه عباره عن افكت. نروح للافكت لايت فاكتوري، وايضا نفس الشيء راح نشوف عندنا هني اللايت سورس لوكيشن. نضغط اللايت سورس لوكيشن بشرط انه يكون وين احنا نريده. نريده هني، نضغط نضيف كي. تم اضافه كي بان اللايت يكون في هذا الموقع بالضبط على حسب. بعدها نروح نتأكد وين المكان الثاني اللي نحن نريده عن طريق تحريك خط الفيديو، ونضيف كي آخر. نسحب اللايت خط مستقيم إلى الجانب الآخر. بهذا الشكل نحن أعطينا أمر أن يتحرك اللايت من منطقة الصفر إلى منطقة ثانيتين في هذا المكان. الحين ممكن نشوف الحركة بهذا الشكل، أو ممكن تعمل حركة أخرى على حسب ما أنت تكون عندك إمكانيات في الإبداع. طيب في عندنا الشورت كاتس اللي تكلمنا عنهم. في عندنا الأندو، واجد نستخدمه، اللي هي مسح أو إعادة إلى الحركة الماضية. كنترول زي، كنترول زي. راح نتكلم عن اللايت فاكتوري اللي احنا ضفناه. لاحظتوا ان اول ما ضفنا اللايت فاكتوري في اللاير الاسود، ظهر عندنا هني حاجة جديدة اللي هي افكس، اللي هي الافكت لايت فاكتوري. لايت فاكتوري ممكن نغير فيه كما نريد في هذا المكان. هذه هي كامل ادواته، نضغط فيها وندخل في الأماكن ونضيف فيها على راحتنا. لكن أنا رحت هني لأن هني أكثر details، لأنه يعطيني كيز بالضبط في الثواني. هني ما أقدر، فأضطر أني أروح في هذا المكان، وأنا أفضل دائما هذا المكان إلا إذا كان منطقة الصفر. منطقة الصفر ممكن تستخدمها في هذا المكان على يسار الشاشة على حسب الويندو اللي أنا اخترته.
طيب أنا أيضا حبيت أضيف نقطة ثانية قبل الرندرينج. الكثير يقول والله أنا ما أريد الإفكت يكون في هذا المكان، أريده مكان آخر. إذا ممكن تضغط عليه وتسحبه للمكان اللي أنت تشوفه مناسب، ممكن يكون هني أو ممكن يكون هني أو ممكن يكون في أي منطقة ثانية أنت تشوفها مناسبة على حسب ما تشوف الخيارات، وتلعب في المكان إلى أنك تشوف بيئة مناسبة لك للعمل مريحة. أنا هذه البيئة تعجبني بشكل أكبر وعملية بالنسبة لي وعلى حسب تعودي. طيب الحين نروح للرندرينج. لو رحنا في فايل كباقي البرامج، برامج الفيديو، نلاحظ أن عندنا الرندرينج هنا مفروض تكون، لكن الرندرينج مش موجودة. إذا هي أساسا الرندرينج يعملها للكمبوزيشن. كمبوزيشن عندي هنا، نضغط كمبوزيشن بنشوف Add to render queue. بس يفضل قبل أن نعمل هذه نضغط ضغطة واحدة إما على اللاير أو على الشاشة، على اللاير ثم نروح للكمبوزيشن Add to render composition. راح تجينا مثل ما تكلمنا المرة الماضية في هذا المكان. أنا أفضل أن اللي ما شاف الجزء الأول يتابع الجزء الأول على حسب ما يظهر عندك في الرابط في الانفورميشن. في عندنا هني راندر سيتينج. راندر سيتينج عندنا اوبشن او ادوات كثيره. الكومبوزيشن ار فور فري، عندك الكواليتي بيست، دائما حطها بيست. وفي كرنت سيتينج لكن يفضل بيست. ريزولوشن فول، هذا هي المساحه. ايضا عندك الاشياء الثانيه اللي مناسبه جدا انك تعرفها اللي هي الفريم ريت، ممكن تضيف تزيد او تقلل. وعندك ايضا الاوبشنز، ونعمل اوكي. في كثيرين يسأل وين الفيديو، وين الاوديو بعد ما عملنا تشغيل. الاوديو هو موجود، ولكن هذا البرنامج ما يدعم الاوديو بشكل كبير جدا جدا، لان تكون البيئة فيه مريحة لابد تكون هادئة. ممكن نحن نروح للرندرينج ونشوف هني output mode. نضغط على output mode راح نشوف في خانة جديدة هني ظهرت لنا audio. تضغط audio، اذا كان انت حاط فيديو فيه في audio لابد انك تضغط audio على اساس الرندر الى الـ AVI يكون فيه صوت. تذكر هذه النقطة، والكثير منا انزعج من البرنامج على اساس انه وين الاوديو. الاوديو موجود هني وممكن تغير فيه، ولكن هو دائما محطوط على اعلى مستوياته. في عندنا الفيديو اوتبوت، فيديو اوتبوت ار جي بي، يفضل يكون ار جي بي. وعندك الديبث والكلر. طبعا هذه اشياء احنا ما نغير فيها، ولكن يهمنا جدا ان نشوف الاوديو مضغوطه اوكي. بهذا الشكل نحن ضمننا ان الاوديو يجي مع الفيديو. في هذا المكان output 2 اللي هو وين راح تحفظ الملف بصيغة النهائية. نضغط هني راح نشوف ان انا حاط انه finished videos، راح ينضف في هذا المكان. ولكن انا حبيت اعطيه اسم اخر، الاسم الاخر arbforfree.com test. نعمل له سيف. اذا راح ينحفظ عندنا في arbforfree.com test على هيئة AVI. طبعا واحد يسأل ليش AVI؟ AVI ممتازة جدا، ممكن تحولها وتعملها convert بالبرامج الثانية. بس قبل نعمل رندر في حاجة مهمة راح اعرفكم عليها، اللي هي هذا البرنامج يستخدم كمية كبيرة جدا من المساحة، لذلك يفضل انك ما تشتغل على اي برنامج ثاني اخر وتكون واقف وتكون فقط على هذا البرنامج. وايضا على اساس تخلي البرنامج يعطيك سرعة كبيرة جدا، تروح للخارج، في الخارج في هذا المكان تضغط رايت كليك ستارت تاسك مانجر على ويندوز 7. ستارت تاسك مانجر، يجينا التاسك مانجر امامنا. طبعا عادة يجيك بهذا الشكل الابليكيشنز اللي مفتوحة. راح نشوف البروسيسور. البروسيس هنا راح اتعرف على البرنامج. After Effect عندي انا يستخدم 1 2 3، يستخدم 3 بروسيسز.
بروسيسز. نشوف البروسيس الأول يستخدم فيها 255 ميجا بايت، والثاني 400 وحاجة وإلى آخره. يعني ممكن هو قاعد يستخدم حاليا فقط 1 جي بي من قوة الكمبيوتر. الكمبيوتر اللي عندي يستخدم فقط 4 جي بي، وأنا حبيت أضيف أكثر طبعا، بخصوص إني عندي أكثر من برنامج قوي جدا، خاصة سوني فيجاس وهذا وفوتوشوب وباقي البرامج الثانية الراندرينج. نروح للأول، نضغط رايت كليك، بعد ما نختاره نضغط رايت كليك ونروح للست برايورتي. ست برايورتي محطوط نورمال، نحطه هاي، ثم نعمل تشينج برايورتي. ايضا راح نعمل للثاني ونعمل له هاي تشينج برايورتي، والاخير رايت كليك ست برايورتي هاي. بهذا الشكل ضمننا نحن من الاول الى الاخير الست برايورتي في الهاي. اذا راح يستخدم عندنا كمية اكبر من هذه، قد تصل الى 2 جي بي، وهذا افضل شيء عندنا على اساس ان الرندرينج راح يبدا من هنا، راح يكون سريع للغايه حسب قدره الكمبيوتر. نعمل رندر وراح نشوف الحين الحركه اللي موجوده معانا. بامكاننا نروح نشوف نتاكد عن البروسيس، راح نتاكد انه هو كم يستخدم. وصل الى 1.5 500 500 500، يعني حاليا هو يستخدم من قوة ال 1.5 جي بي، تصل الى 1.5 جي بي او ممكن تنخفض على حسب ما نحن نشوف حاليا الحركة اللي موجودة هنا. ولكن السرعة ممتازة جدا بعد ما غيرنا في ستارت تاسك مانجر. عادة ما تكون هذه العملية بطيئة، بس ممكن نشوف نحن كم فريم موجود عندنا في هذا الخانة. 921 فريم لمدة 30 ثانية. بعد ما انتهى عندنا الرندرينج بإمكاننا نروح نعمل تشيك ونشغل الفيديو. خلونا نروح نشوف. نروح للستارت تاسك مانجر ونخفف قدرات الافتر افكتس على اساس انه ما يكون عندنا مشاكل. نست الى نورمال تشينج برايورتي. هذا الفيديو امامي بامكاننا نحن نشوفه الحين، هذا اللي نحن وصلنا له كان مجرد ثانيتين قبل ان ننتهي. حاجة أخيرة فقط للجميع، الانتباه إلى نقطة مهمة أنا ما انتبهت لها، اللي هي بإمكانك تشوف الراندر. هذا هو الراندر، تسحب هذا الراندر وتشوف كم ثانية فقط عندك الشغل. على سبيل المثال شغلي فقط لين هني، إذا نسحب هذا إلى هني، بإمكاننا نكبر على أساس نتأكد أكثر وين الشغل. الشغل فقط إلى هذا المكان، هذا المكان فقط وانتهى هني. اذا الرندر عندي انا راح يكون اسرع بهذا الشكل، وما راح يكون كثير، فقط 3 ثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.